ازي حضرتك يا ماما؟ احنا يعني جينا عشان تقول لنا مبروك. الحقيقة ان دي كانت فكرة مؤنس، انا مكنتش مقتنعة خالص، بس يعني لما فكرت حسيت ان من حقه ومن حقي ومن حق حضرتك انك تباركلي. مفيش مبروك، ايه تاني؟ ماما هو انت استحالة برضه هتفضلي مقطعاني طول العمر. ايه اللي استحالة في كده؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ ده ابنك. هيكون اغلى من مين يعني؟ نشأت لما راح. الحياة ما وقفتش. هعتبرك سيد. بعد الشر عليه، يلا يا مؤنس. نهى. نهى مين؟ بتدعي عليك، يلا. يوم ما اتطلقها هاخدك في حضني واقول لك مبروك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.